السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب وأنسات سنة أولى ثانوي. معانا النهاردة حل الجرامر على تلت المنهج على يونت 1 و 2 على التلات أزمنة: المضارع البسيط، الماضي البسيط، والماضي المستمر الـ present simple والـ past simple والـ past continuous. تعالى كده نشوف مع بعض الأسئلة، وطبعا أي سؤال هنوضحه وهنشرحه كويس جدا. تعالى كده نبدأ بالسؤال الأول. بيقول لي هنا while she was doing her homework. while خليك بقى معايا كده وركز. عندنا كلمة while بيجي بعديها ماضي مستمر. فكك من بيجي التركيبة ماضي مستمر ولا ماضي بسيط ولا ايه بالظبط. حاول تفهم الجملة while she was doing her homework، وهي بتعمل الواجب، ده كده الحدث الايه المستمر. هي كانت بتدردش مع صحابها، يعني بتتكلم. يبقى هنا الدردشه دي قطعتها ولا كانت بتدردش وهي بتعمل الواجب؟ طيب هتقول لي يا مستر وانا بدردش يعني بعمل الواجب، ماسك الموبايل ممكن بحل شويه وبتكلم شويه وهكذا. هقول لك هنا يبقى الاثنين ماضي مستمر، يبقى الاجابه هنا was chatting، يعني هنا اصحابها ما قطعوهاش. تمام. نمبر 2 she lost. بص يا دكتور، اول ما يجي لك التركيبه دي يقول لك كلمه lost، طبعا بيجي بعدها ماضي بسيط، واداه الربط في الوقت ده بيكون when، ودي مهمة جدا جدا جدا. طيب اعملها قاعدة ازاي؟ هكتب فاعل lost ماضي بسيط او تصريف تاني، when برضو ماضي بسيط تصريف تاني. يبقى عندنا دلوقتي قاعدة مهمة جدا. القاعدة دي بتقول ايه؟ فاعل lost ماضي بسيط، when ماضي بسيط. مهمة جدا جدا جدا. نرجع نكمل. دينا سؤال نمبر 3. My brother اخويا not for this company for 20 years. اخويا اشتغل في الشركة دي لمدة 20 سنة. before قبل ما يتقاعد من 3 سنين. ايه ده؟ يعني اديني مستر ماضي، يبقى الكلام ده حصل وخلص خلاص، يبقى letter C worked. number 4 while the house لما المنزل كان بيتنظف I slept for an hour، انا نمت ساعة. طيب هنا while بيجي بعدها ماضي مستمر، يعني was aware verb ing. بس هل في بيت بينظف ولا البيت بيتنظف؟ هتقولي بيتنظف، يعني الكلام هنا ايه؟ passive مجهول. طيب والمجهول في الماضي المستمر was aware being تصريف ثالث، يبقى الإجابة letter B. كويس. number 5 the thief اللص الحرامي نقط الحرامي اتمسك لما سرق او while لما كان بيسرق الفلوس من البنك. يبقى هنا while جه بعديها verb ing، والحرامي هو اللي بيقبض ولا بيتقبض عليه؟ يبقى هو دلوقتي الحدث المستمر السرقه، واللي بوظ السرقه انه اتقفش. يبقى هنا الكلام ماضي بسيط مجهول، يبقى was aware تصريف ثالث. ركز جدا. number 6 this picture هذه الصوره اترسمت في القرن ال 19. الكلام ده مضارع ولا ماضي؟ هتقول لي ماضي، اختار painted. هقول لك هي الصوره اللي بتلون او بترسم ولا اترسمت، يعني برضو مجهول، يبقى was aware تصريف ثالث. number 7 هدى نقط ان ايميل. هدى بعتت ايميل لصاحبتها يسترداي، يعني امس، يعني امبارح. يبقى الكلام ماضي، يبقى ماضي كلمه سنت، سنت بالتي. تمام. طيب number 8 while حازم نقط هي سكور. لما حازم كان سايق العربيه الدنيا بدات تمطر. الحدث المستمر هي انه كان بيسوق، يبقى ماضي مستمر. واللي قطعه قال ستارت التورين، بدات انها تمطر، يبقى ده الحدث البسيط. يبقى يا جماعه بكل بساطه زمن الماضي المستمر اللي هو تكوينه باز اوير فيرب اي جي بيدل ان حاجه حصلت في الماضي وتحدد وقتها، قلت حصلت امتى. طيب او حاجه كانت مستمره وحاجه قطعتها، فالمستمر ده بيبقى ماضي مستمر، واللي بيقطع ده بيبقى ماضي بسيط. او بيدل ان في حدثين الاتنين كانوا مستمرين في الماضي ولم يقطع احدهما الاخر، فضلوا الاتنين شغالين عادي جدا ومحدش قطع التاني. حلو. تعال نشوف نمبر 9 ماجد not with her grandparents while لما كان بيرنس الوالدين كانوا في صعيد مصر. يبقى هو كان عايش
كان مقيم مع والديه لما هما كانوا في الصعيد، يبقى was staying. ليه يا مستر؟ هنا مفيش اصلا stayed ان انا اتلخبط، دي اول حاجة. تاني حاجة، هو فعلا كان عايش مع جدته وجده لفترة في الوقت دوت، كانوا هما عايشين في مكان تاني، فالاتنين ماضي مستمر. طب يا مستر، مش المفروض وير دي يجي بعدها مثلا فيرب ينجي؟ طب هتقول ايه؟ وير بي ما ينفعش غير في المجهول، فبتبقى واز او وير فقط، خلي بالك. نمبر 10، at the age of 8، في عمر الثمان سنين. الكلام ده بيدل على الماضي، يبقى on. احنا اتفقنا ان الماضي البسيط كلماته yesterday، ago، lost، past، in ancient times، في العصور القديمة، in the التاريخ قديم، at the age of، في عمر الثمان سنين زي الجملة دي، when I was young، when I was 8، لما انا كنت صغير، لما انا كان عندي 8 سنين. كل ده بيدل على الماضي البسيط. نمبر 11، while على طول لما بتشوفها كده بتتبسط، عشان بتعرف ان بعدها ماضي مستمر. لما انا كنت في الثانوية انا joined a club of friendship، انضميت لنادي الصداقة. هنا يا دكتور while بيجي بعدها ماضي ايه؟ مستمر، يعني was a were verb ايه؟ ing. طب هو ينفع was يجي بعدها being؟ هتقولي لا، ده في المجهول بس، يبقى الإجابة واز بس، وللصدفة لسه قايلها في الجملة اللي فاتت. طيب not reading the story، وأنا بقرأ القصة أنا رحت في النوم، يبقى الإجابة أكيد while، من غير ما نستنى لسه الاختيارات. يبقى reading verb ing، وهنا الفاعل واحد، لما أنا كنت بقرأ القصة أنا رحت في النوم، يبقى while. تعال بقى نشوف كده الاختيارات، هتلاقي أكيد كلمة while فين؟ اهي letter B. طيب number 13، 13، I couldn't answer the phone، انا معرفتش ارد على التليفون علشان كنت باخد شاور. يبقى was having، ده الحدث اللي كان مستمر، كان الحدث الاساسي او الرئيسي ان انا باخد شاور وكان التليفون بيرن، يبقى ده السبب اللي ما خلاهوش يعرف يتكلم. On our first day، في اول يوم لينا، at our college، في الكلية، احنا ايه with a list of books، احنا provided، هي طبعا الكلام ماضي عشان ده اول يوم لينا في الكلية، فهقول provided احنا، كلمة provided دي معناها يوفر، احنا وفرنا قائمة من الكتب نشتريها، ولا احنا توفر لنا قائمة من الكتب عشان نشتريها؟ يبقى ركز جدا في الترجمة، يبقى هنا احنا توفر لنا، يبقى الكلام passive مجهول، we're provided. Number 15، at the time of our first visit، لما كان او في نفس وقت الزيارة بتاعتنا، كده قال لي هو في الماضي، لما كان او في وقت الزيارة بتاعتنا في نفس الوقت بتاعها. ايمان كانت بتعمل كيكة للعيلة، at the time of our visit، في نفس الوقت الزيارة، يبقى ده زمن ايه؟ ماضي مستمر. طب انا يا مستر عايز، يعني انا مش بعرف احل بصراحة، يعني بالنسبة لي الكلام ده صعب، او لما انت كده بتحل الحاجات دي انت بس اللي عارف تحلها، انا عن نفسي مش عارف. هقولك بص، هو بيقولك at the age of our visit، في وقت الزيارة بتاعتنا، الكلام ده مضارع ولا ماضي؟ وإيمان كانت عاملة كيكة ساعتها، يبقى الكلام ده ماضي. بص هنا هتلاقي have، يبقى غلط. will اكيد غلط. is اكيد غلط. الوحيدة اللي جاية ماضي هي letter E. تعالى كان نشوف جملة تانية. Number 16، we lost، ايه ده؟ انا عايزك تسمع لي حالا قاعدة lost، انا مستنيك تفضل. تمام، يبقى lost ماضي بسيط، تصريف تاني، when تصريف تاني، فين هنا بقى؟ ادي lost وادي هنا نقط، وبعد كده past اللي هي تصريف تاني، يبقى فاضل بس when letter D، مهمة جدا. okay. Number 17، they often، في شباب كتير اول ما يلاقوا كلمة often يعرف ان ده مضارع بسيط، يختار على طول كلمة sleep، ما يقرأش، يقولك لا هي اكيد ماضي. استنى طيب، انا لسه والله ما قرأتهاش، تعالى نقرأها. هم غالبا ايه؟ early، بيصحوا بدري او بيناموا بدري. when they were young، لما كانوا صغيرين، were دي ماضي، يبقى دي كانت عادة في الماضي، يبقى slept ماضي بسيط. 18، 18 نقط، the last few years، lost few years
I tried to achieve my goals in life. يبقى هنا بيقول لي ايه؟ السنين الماضية. طب هنا مستر دي جت لاست فيو ييرز، ما جاش يعني فاعل وفاعل ومفعول، يبقى هنا هقول ايه؟ السنوات الماضية انا حاولت احقق حلمي، يبقى هنا هختار ديورينج، اثناء السنوات الماضية. ليه؟ عشان the last few years ده نون اسم، وطالما during بيجي بعديها نون، او during هي اللي بيجي بعدها الاسم يعني. طيب number 19 19 هنا the accident الحادثة، انا اتصلت بالبوليس على الفور. ده يا جماعة حاجة حصلت في نفس اللحظة، بمجرد ما لمحت الحادثة اتصلت بالبوليس، يبقى when I saw، عشان طبعا before دي قبل، وafter دي بعد، وجايبها لي مضارع فطبعا غلط، وbefore ing لا مش قبل اصلا، يعني قبل الحادثة هتصل، ودي مضارع غلط، يبقى when I saw هي الاجابة البرفكت. while we not on our holiday لما كنا في الاجازة، we played football a lot لعبنا كرة كتير. طب while بيجي بعدها ايه؟ ماضي مستمر، was aware verb ing، يبقى letter B يا مستر، خلي بالك دي being، مفيش were being دي غير في حالة المجهولة، يبقى غلط were being، يبقى نختار يا مستر، يبقى نختار were بس، ما بكتبش were being غير في حالة المجهول. كذا مرة سؤال بيتكرر، ركز بقى في التكرار دوت. not talking on the phone، وانا بتكلم في التليفون انا سمعت جرس الباب، الحدث المستمر ان انا بتكلم، اللي قطعني جرس الباب. مين اللي بيجي بعديه الجريء كده اي ان جي على طول؟ الوحيده وايل. طب واز؟ لا ده بيجي بعديها فاعل، واز اوير زائد الفيرب متضاف له اي ان جي، مهم جدا. بعد كده اس ان اس طبعا بيجي بعدها مضارع بسيط او ماضي بسيط او ماضي تام، ديورينج بيجي بعدها النون. طبعا هبعت لك على الجروب اربع ورقات فيهم كل الجرامر دوت بشكل رائع، غير كمان البوستر اللي اديته لك هعملهم لك بشكل حلو جدا بخط ايديا. فلو واحد من حضراتكم مش عندي رقم الموبايل بتاعي اهوت، كلمني واتس وقول لي ابعت لي يا مستر حاجات اولى ثانوي، اي طالب عندي او مش عندي. 03 31 15 2 4 6 اسلام المصري. تمام يا شباب، نرجع نكمل. يلا نمبر 22 ابو تريكه، شي نوت سليبنج. ايه ده؟ انا اول مره اشوف يوزد سليبنج يا مستر. قلت لك يا دكتور انت عارف ان يوزد تو زائد الايه؟ هتقول لي المصدر. طبعا اقول لك صح، يوزد تو زائد المصدر، انما لو جه قبليها ام او از او ار، يوزد تو هيجي بعدها الفيرب ايه؟ اي ان جي. يبقى اكتب كده عندك يوزد تو زائد المصدر، لو جه قبليها ام او از او ار هيجي بعدها الفيرب اي ان جي، يبقى لتر بي الاجابه الصح، ودي بتبقى عاده لسه مستمره. فهنا بيقول لي هو متعود على النوم مبكرا، اتس هير هابت، دي عادتها. خش على اللي بعده، اي ام، خلي بالك ان ايام دي مضارع، اي ام كاربنتر ناو، انا نجار دلوقتي، لكن ايه مع اخويا في سوبر ماركت تو ييرز اجو، لكن كنت شغال مع اخويا. يبقى دلوقتي الشغل من مع اخوك ده من سنتين، ده مضارع ولا ماضي؟ ماضي طبعا، يبقى ماضي كلمه ورك، وركد. 24 اي نوت ذا نيوز انتل، انا سمعت الاخبار او انا ما سمعتش الاخبار غير لما وصلت البيت واتغديت. يبقى هنا جايب لي حدث اول، او ان انا طبعا الماضي التام لسه ما خدناهوش، تمام، او كان عندكم في اعدادي، ولكن هنا الجمله هاد arrived يعني الكلام ماضي، يبقى لازم الاجابه بتاعتي تبقى ماضي، يبقى استبعد لتر دي. طب انا ما سمعتش الاخبار غير لما حصل كذا وكذا وكذا، يبقى الاجابه ماضي بسيط منفيه، فبقول I didn't tell the news، او انا ما قلتش الاخبار، ده انت اللي ما قلتش، ولا انا ما تقليش الاخبار. تعالى نفهم كده الجمله تاني، بيقول لي هنا انا ايه الاخبار غير لما وصلت البيت وتناولت الغداء بتاعي، يبقى انا ما قلتش الاخبار ولا انا ما تلقيتش الاخبار، يبقى هنا الكلام ايه؟ مجهول. دي جمله ايه؟ ممتازه، يبقى wasn't told.
عندنا قاعدة سبز. ايه يا مستر القاعدة دي؟ هيجي بعدها فاعل والفعل لازم يبقى ماضي. طب ممكن تقولي القواعد دي؟ اقولها لحضرتك. كلمة I wish، I would rather، نصغر شوية، يبقى I wish، أتمنى، I would rather، أفضل. سبوز يفترض، It's time، لقد حان. الأربع أشكال دول لما بيجي بعديهم فاعل بيجي بعديهم المصدر، بيجي بعديهم الماضي تصريف تاني. طب يا مستر لو ما جاش بعديهم فاعل، اكتب بس القاعدة دي، I wish، I would rather، سبوز فاعل، فعل ماضي. طب يا مستر دلوقتي نتخيل ان ما جاش فاعل، ايه وضعنا؟ قلت لك بص بقى بيجي بعديهم ايه، وش بيجي بعديها طول مصدر. طب would rather نعمل بلون مختلف، would rather مصدر على طول. طب سبوز طول مصدر. طب اتس تايم طول مصدر. طيب يبقى كده مهم جدا الكلام ده، وكملنا القاعده دي كمان في الحصه في السنتر. هنا بيقول لي كندا نوت نورث اوف ذا يونايتد ستيتس، كندا تقع في شمال الولايات المتحده الامريكيه. طبعا الجمله هنا حقيقيه بتعبر عن موقع جغرافي، فبنستخدم المضارع البسيطه بو اس. ليه؟ عشان بتدل على الحقيقه، وكندا دي مفرد يبقى لايس. 27 اور بلان، الطياره، ادي جدول المواعيد اهو، الطياره هتغادر، هتمشي، ليفز الساعه 8 بكره، يبقى مضارع بسيط اس. هنا بقى بيقول اي ديدنت، هنا الكلام ماضي يبقى ما ينفعش اختار ام، ولا هينفع اختار understands لو قال لي بقى الجملة انها مضارع. يعني هنا بيقول I didn't understand this math problem before، انا ما فهمتش درس او المشكلة الرياضية دي من قبل. but now، اهو اهو اهو، يبقى مستعجل، لازم ما نستعجلش. but now، اما الان انا فاهمها كويس. بنستخدم مضارع طبعا بسيط على طول. اشمعنى يا مستر؟ من دي سؤال ما ينفعش، قلت لك عشان لما الجمله تيجي ماضي يبقى الاجابه ماضي، لكن لما يقول لك but now واما الان يبقى لازم الكلام مضارع. 29 in some places، في بعض الاماكن، او في في بعض الاماكن، wood الخشب بيحرق، لا الخشب بيحرق، يبقى الكلام مجهول، is burned، الباسيف بتاع المضارع البسيط، ام ويز وار تصريف ثالث. ميني بيبول ناس كتير بتزرع، يبقى الكلام مضارع، والناس جمع والجمع مصدر يبقى جرو. 31 31 هي از فلاينج تو لندن، هو سافر للندن. ات ذا ويكند في نهايه الاسبوع، يبقى هيسافر في نهايه الاسبوع. هيز بلان طيارته، ليفز برضو جدول مواعيد اس. يو ويل هاف تو هاري، لازم تسرع الحصة برضو جدول مواعيد اس، الحصة تبدأ. يبقى يا جماعة المضارع البسيط بنستخدمه مع التايم تيبل، جدول مواعيد، ميعاد المباراة، ميعاد الفيلم، ميعاد السينما، أي ميعاد. موست تيتشرز، معظم المعلمين، نوت ا لوت اوف تريننج افري يير، هما اللي بيعطوا تدريبات كتيرة كل سنة عشان يقدروا يستخدموا النيو سيستم، النظام الجديد والتكنولوجيا الجديدة. قال لي لأ، ده المدرسين هم اللي بياخدوا التطورات ديت، وهم اللي بيتدربوا التدريبات ديت، والمدرسين جمع، يبقى ام ويز وار تصريف تالت، يبقى ار جيفن اللي هي لتر، لتر ايه؟ لتر دي. شفت الاستعجال غلط. ناو ديز، الايام الحاليه، ميني نيو لانجوج، لغات عديده كثيره بتدرس، برضو مجهوله، ار توت. يا رب تكون الحل اللي حليتوه صح، المفروض ان انت حليت ده كله وبتراجع معايا. We have to go there before، انت لازم تمشي لهناك، او تمشي يعني قبل ما المحل يقفل. المحل ده جدول مواعيد، جدول مواعيد مضارع بسيط ابو اس، يبقى المحل مفرد، يبقى شوتس.
My son ابني rarely نادرا بينام بدري. He likes staying up late هو دايما بينام متأخر. يبقى sleeps mister. ايه اللي خلاك تعملها مضارع؟ طب ما ممكن تقول مثلا slept. اقول لك هنا قال لك likes يبقى كلام مضارع. الله هجيبهم مع بعض. هنا بيقول لي my son rarely not early ابني ايه مبكرا بينام مبكرا. لكن دلوقتي but now معنى الكلام ده انه ماضي عشان كلمة but now يبقى الاجابة يا slept يا was slept. حلو. but now he can't stand doing this لكن دلوقتي مش بيطيق يعمل كده. يبقى زمان كان بينام نادرا مبكرا يبقى slept ولا كلام مجهول؟ هتقولي لا معلوم يبقى slept عادي عشان الولد هو اللي بينام. 38 wise and intelligent people الناس الذكية والحكيمة. نقط مين؟ هي النقط في المكان دوت. نحط نقط هنا. اوكي نقط مي as I really admire them هم بيجذبوني ليهم بيجذبوني. يبقى كلام مضارع admire برضو مضارع. يبقى هم ايه بقى؟ attract ولا attractus؟ هي الناس دي مفرد ولا جمع؟ لا جمع يا مستر. يبقى attract مصدر attract مين؟ plants النباتات بتستخدم الطاقة ولا بتستخدم الطاقة؟ لا هي اللي بتستخدمها من الشمس. يبقى يوز مصدر عشان النبات جمع. خلصوا كده؟ حلو جدا كده الكلام. ان شاء الله ربنا يوفقكم. جرامر سهل يا شباب ما فيهوش اي صعوبه. لو حد ما حضرش المراجعه هبعت له البوستر اطلب مني البوستر. لو حد مش معانا اصلا في الدرس كلمني عادي واتس على الرقم بتاعنا دوت واطلب مني البوستر واطلب مني الملزمه دي بي دي اف علشان سيادتك تحل وتشتغل وتورينا واشتغل معاك اذا كان عندي في الدرس او لا. يلا ربنا يوفقكم واشوفكم دايما اعلى ناس في الدنيا. سلام عليكم.